يفترض أنها دولة زراعية، والزراعة من المحاور الرئيسية في النشاط الاقتصادي. نصف سكان مصر متواجدون في الريف، وبيانات الخطة الاقتصادية والاجتماعية لمصر تؤكد أن قطاع الزراعة يساهم بنسبة 14.5% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي. هذا القطاع يستحوذ أيضا على 27% من القوى العاملة بمصر، والتي تبلغ 26 مليون عامل. الزراعة أيضا تساهم بحوالي 20% من صادرات السلع المصرية، أما المساحة المزروعة في مصر فتقدر بحوالي 8 مليون فدان، ما بين أراض قديمة وأخرى تم استصلاحها خلال العقود الأربعة الماضية. يبقى التحدي الأكبر في هذا المجال، مجال الأراضي الزراعية، هو استنزاف الأراضي القديمة جيدة الإنتاجية بمتوسط سنوي حوالي 20 ألف فدان، والاعتداء على الأراضي الزراعية من أجل إقامة المساكن. ينضم إلي عبر الهاتف الآن السيد رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان. مساء الخير سيد رائف. ألو. ألو. سيادة النائب مساء الخير. مساء الخير يا فندم. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. نتحدث الحقيقة في أكثر من ملف في هذه الزاوية، منها ما يتعلق بالمشروعات الزراعية التي تطمح الدولة كما وعد الرئيس بنهاية العام 2018 فيما يتعلق بالفرافرة، القرارات الحكومية الأخيرة المرتبطة بمحاصيل بعينها كالأرز، وأيضا ربما كنا في زاوية سابقة نتحدث عن الطرق المرتبطة بالزراعة سواء في الري أو في الصوب. نبدأ بملف الخاص بالفرافرة تحديدا، ما هو المرتبط بها في المجلس لديكم الآن؟ والله احنا لما رحنا نفتتح ال 10,000 فدان مع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في عيد الحصاد وعيد القمح، ووجدنا يعني وبنشكر طبعا من التلفاز المصري ومن برنامجكم الشؤون الهندسيه في القوات المسلحه على ما ابدوه وعملوه وانتجوه في خلال 6 شهور. كانت ارض صحراء جرداء ليس بها اي زرع، وكانت هذه يعني بالنسبة للشعب المصري ان كان الناس بتعول على هذا المشروع، ان المشروع ده مش هيتم وفي الصحراء وكذا، ولكن اصرار المصريين واصرار السيد الرئيس واصرار الشؤون الهندسية والقوات المسلحة فعلا وجدنا 10,000 فدان مزروعين بالقمح، وكانت دي بادرة امل ان يكون عندنا في خلال سنوات اكتفاء ذاتي من محصول القمح المحصول الاستراتيجي. وده كان موضوع مهم، وموضوع مهم الاكبر ان انا هشغل كميه من الشباب ومن الخريجين ومن الفلاحين وصغار المزارعين في المليون ونصف فدان، فدي يعني خطيره تنميه. واحنا النهارده قاعدين مخنوقين في الوادي الضيق، ولكن نحن طبعا في الوادي اتخنقنا ومخنوقين، فاحنا عاوزين نفتح باب المجال الزراعي على النطاق الاوسع في الفرافره وفي تنميه سينا وفي الوادي الجديد وفي مرسى مطروح. فالخطيره دي الامل في الوادي الجديد ان هو يعني بنقول ده امل مصر كله في الوادي الجديد وفي الفرافره. فدور لجنه الزراعه والري طبعا ان هي متبنيه الدور جنب بجنب مع وزاره الزراعه ومع وزاره الري والمستثمرين، فده الدور اللي بيعول عليه الشعب المصري ان يكون في برلمان يسن القوانين عشان يقول للمستثمرين احنا هنا هوت، احنا بلد قانون، تعالوا اتفضلوا استثمروا في مصر، بلد القانون هيمشي على الجميع، هيسرع على الجميع، ما تخافوش، محدش يقول ليكم ان مصر قوانين موجوده. قبل ان يعني نتعمق في هذا، ما يتعلق بقرارات الحكومه الاخيره المتعلقه مثلا بالارز، لانه بعض النواب تحدثوا بان هذه القرارات صحيحه 100% ما يتعلق بالتصدير، البعض الاخر وان كان اقل عددا تحدث عن انه يفتح بابا للتهريب. انتم في لجنه الزراعه كيف تتعاملون مع هذا القرار؟
طبعا لما كان وصل فتحوا باب التصدير في الشهر اللي قبل السابق ووصل سعر الارز الى 8 جنيه او اكثر، فطبعا احنا جلسنا مع او عملنا لجنه مع السيد وزير التموين وكانت بقياده رئيس اللجنه هشام الشعيني، وتحدثنا كثيرا عن ان احنا عايزين استقرار استقرار الارز في مصر، فكان ولابد ان احنا نقفل باب التصدير. وهو طبعا احنا الارز اللي عندنا في مصر هو يدوب على جد المصريين، وبنقول لاثيوبيا وبنقول للسودان احنا ما بنصدرش مياه النيل في صورة ارز، الارز الموجود هو غذاء المصريين فقط لا غير. بنقول احنا وقفلنا حتى الارز الكسر اللي كان بوابه خلفيه اللي بمر منها الارز الابيض، قفلنا كل ما يتعلق بالارز قفل ولن يصدر الارز مره اخرى. تمام. احنا طبعا اللي بيتكلم فيه ان مفروض البوابه الخلفيه لا، في الرقابه مشدده. احنا كمصريين وكمجلس نواب داعمين للشعب المصري وخاصه المواطن البسيط النهارده اللي هو المحصول الرز محصول شعبي بيخش كل بيت. وصلت الفكره سياده النائب، اعتذر بشده لانتهاء ساعتي احداث النهار لهذا.